Hi everyone, with you Shema Munir. Today let's start with English Zone for Primary 1. Okay, let's start with Unit 6 Lesson A. The Toy Fair. زي ما احنا شايفين كده الصورة بتتكلم وراه في تويز كتيرة، يبقى النهاردة بنتكلم عن التويز. تعالوا نتعرف مع بعض ايه هي التويز، الألعاب الموجودة معانا. معانا a car, a doll, a ball, teddy bear. دي التويز الموجودة. طب معنا ايه جرامر النهاردة؟ I want انا اريد، he wants هو يريد، I have انا املك، he has هو يمتلك، I don't have انا لا املك، انا لا امتلك. تعالوا نتعرف مع بعض بالتفاصيل ايه هي تويز بالصور، وكمان هو الجرامر النهاردة بيتكلم عن ايه. Let's start. زي ما احنا شايفين هنا معانا تويز ماركت، وهو السوق او المحل الخاص بتويز. معانا a car, a doll, a ball, a teddy bear، وزي ما احنا شايفين ان كل صورة مكتوب عليها اسمها. هنا معانا بنت وولد. البنت بتقول I have a doll, I want a teddy bear. انا معايا امتلك عروسة وانا عاوزة teddy bear دبدوب. الولد هنا بيقول ايه؟ I have a ball, I want a car. انا معايا كورة، انا عاوز عربية. معنى كده ان احنا معانا النهارده verb to have، وهو فعل يمتلك، وبيتكون من I و we و they و you بتاخد have، و he و she و it بتاخد has. لازم احنا عارفين ونحفظ ال pronouns، كل حاجة بتاخد ايه. I have a new bag، انا معايا شنطة جديدة. Sammy has a larger bag، سامي يمتلك حقيبة كبيرة. ولازم نفرق ما بين ال subject pronouns وكل حاجة بتاخد ايه، يعني I بتاخد have ولا has. لازم احنا مركزين جدا في النقطة دي. طيب معانا كمان verb to do، وهو فعل يفعل، ومعانا I و we و they و you بتاخد do، he و she و it بتاخد does. ودي بنستخدمها أكتر معانا النهاردة في الدرس ده في النيجاتيف. يعني ممكن أقول I don't have، I don't want. طب أنا قلت I don't have، I don't want. لو خدنا بالنا إنه الverb بينزل بعد النيجاتيف، بعد don't or doesn't whatever، بينزل في الinfinitive form في المصدر. اوكي اهو I have a doll, he has a ball. انا معايا امتلك عروسة، هو معايا يملك كورة. I don't have a doll, انا لا امتلك عروسة. She doesn't have a ball, وهي لا تمتلك كورة. Doesn't have, don't have. الverb نازل في الانفينيتيف في المصدر. اوكي ناخد بالنا جدا من الحاجات دي يا ولاد. اوكي معانا كمان هنا دلوقتي هنشوف مع بعض exercise. It's very simple. البنت بتفكر بتقول ايه؟ I have a teddy bear but I don't have a. أنا أمتلك معايا دبدوب لكن مش معايا أي بالضبط كده. A doll or a ولا عربية car بالضبط. I want the doll in the yellow dress and a blue very good a blue car. Okay ده كان ببساطة جدا شرح lesson A for primary 1 zone Unit 6. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط عليكم. كان معكم الشيماء منير. Thanks for watching and see you soon.